أسائل تسأل أريد هجرة من دار الكفر ولكني بدون محرم فهل هو أفضل الهجرة والبحث في الوظيفة في بلاد في بلد مسلم؟ لا لا لا، إذا استطاعت الهجرة وليس لها محرم فإنها تهاجر بدون محرم. تهاجر وهذه ضرورة كبرى، فلا أن تسافر إلى محرم إلى بلد الإسلام وتأوي إلى أهل الإسلام. نعم. جزاك الله خير. بعدين كان أحسن لها إن هي كانت تسأل عن تكمل دراستها في الجامعة والبحث عن زواج. فهذا كان أحسن لها. أنا ما أدري عن هذا، أنا ما أدري عنه. الشغل الأول واضح. جزاك الله خير يا شيخ.